شغلة ولا مشغلة ولا حتى بتفيد الناس اللي حواليها. ايه ده؟ اقتنعتي خلاص يا ماما هتساعديني انا وام عصام في شغل البيت؟ اخص عليكي على اخر الزمن بعد ما تعبت وشقيت وكبرت وربيت عايزاني اعمل شغل البيت. يا ماما انا عايزاكي تبطلي عياط. يبقى توافقي بقى على المشروع اللي انا عايز اعمله. مشروع؟ مشروع تاني يا ماما؟ تاني يا ماما؟ هو انت مش فاكره اخر مشروع؟ هو ايه؟ في ايه؟ هتفضل طول العمر بتقولي فاكر اخر مشروع؟ فاكر اخر مشروع؟ فيها ايه يعني لما جبت طرابيسين بلياردو وحطيتهم في الجنينه واجرتهم للناس عشان يلعبوا ويتبسطوا؟ يا ماما دول كانوا بيدخلوا جوه الفيلا بيضربوا بانجو وبيره في عز الظهر. اقبال اقبال يا حبيبتي دليل على نجاح المشروع. ولا السوشي اللي انت عملتيه وسممتي بيه الناس؟ ولا الارانب اللي انت جبتيها وقعدتي تسميني فيها وتديها حقن فيتامين لغايه ما توحشت وخرجت بره في الشارع بقت تعض في الناس؟ ولا المشروع ولا ايه؟ خلاص بقى المشروع ده هندسه كويس قوي قوي قوي. احنا هنجيب الناس جيراننا واصحابنا ومعارفنا وهنعمل اوبن داي وهنبيع لهم بقى حاجات هدوم وحاجات جايه من بلاد بره ومعصمه هي اللي جايبهم دي. ده باعتبار ان ام عصام طول النهار في روما وجنيف ولندن. لا 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 هو واحد من معارفها هيجيب البضاعه من بره ويجيبها لغايه عندنا هنا اهو. وعلى راي المثل ما تقولش ده كخ وده دح قبل ما تعرف الغلط من الصح. صح. ايوه يا دكتور انا اول ما عرفت ان حضرتك عاوزني سبت الاكل اللي بقي وجيت لك من الحمام على هنا على طول من غير حتى ما اغسل ايدي. ايدك الله يقرفك. شوف يا شناوي انا عارف انك ولد طموح. يا دكتور انا على استعداد ان انا ابيع نفسي من اجل حفن الدولارات. مش للدرجه دي يا ابني انا مش هوقفك في شارع جامعه الدول العربيه. شوف يا شناوي انا عايزك تكون لي كده نخبه ممتازه من طلبه الجامعه عشان هدخل بيهم مسابقه في المعلومات العامه. حاضر يا دكتور انا هجيب لك مجموعه من الطلبه اقل طالب فيهم أسكى من حضرتك كده. ماشي أنا هعديها المرة دي يا شناوي لأني فعلا محتاج طلبة أقل واحد فيهم أزكى مني. وتلم بقى يا شناوي. خلاص خلاص الدكتور زكي بالباس ده عدوي اللدود هيجيب طلبة منافسين من جامعة منافسة ولو خسرت المسابقة دي هيبقى شكلي كفتة قوي في الجمعية الفلسفية. هي الجمعية الفلسفية دي بيوزعوا عليكم فيها شاي وسكر وزيت وكده وتونه ومكرونه ورز. بجد؟ طب انا عايز اشترك فيها. ايوه بس لازم تاخد الحقنه الفلسفيه دي حقنه كبيره قوي زي الحقنه اللي حضرتك خدتها كده. وحدها لك بجد لو ما عرفتش تعمل المهمه اللي انا مكلفك بيها دي. ما تقلقش يا دكتور ما تقلقش.
وحاجة تكنيلة. استنى بنتي شيرين مش عايزة تعرف اي معلومة عن المسابقة دي. هو حضرتك مش عايزة تشترك معانا عشان غبية وكده؟ مين دي الغبية؟ مين دي الغبية؟ انا اللي غبية وعيلتي كلها غبية. ازيك يا معلم منطلوني؟ ده اللي انت هتشتري منه؟ صباح الخير يا معلمه سلمى. صباح الخير يا معلمه وداد. معلمه؟ طبعا الراجل بيحترمنا، مش بيقولوا في المثل قفل المعلم وفيه التبجيله؟ روحي يا بنت هاتي له عصير كوكتيل. عصير كوكتيل ايه ده؟ كبير وطبق كشري. بص يا ست انا مش رايحه في حته، انا لازم ابقى واقفه وحاضره كل الاتفاقات عشان النسبه والتناسب ولا ايه؟ نسبة ايه وتناسب ايه؟ ده مفيش تناسب خالص. من فضلك يا حبيبتي اهدي شويه يا سلمى، احنا مش اتفقنا انه يجيب البضاعه هنا وانت تشوفيها بنفسك يا حبيبتي، تشوفي العينه والعينه باينه وعلى راي المثل. خلاص خلاص يا ماما، ده احنا اللي هيتضرب بينا المثل. على فكره مدام شكلك كده مستهفقاني شويه. ولو اني مش فاهمه انت بتقول ايه، بس بصراحه ماشي، شوف البضاعه الاول وبعدين نتكلم. ايه رايك في الحته دي؟ ايه ده؟ دي جواها محفظه. سوري يا مدام نسيت اشيلها، دي جايه من مصنع كده. كاتو بيقولك كاتو. عموما وريني كده. الله الله الله، واضح ان الحاجات كلها صيني. لا لا يا مدام ما اسمحلكيش، صيني ايه؟ ده تايوانتي اصلي. اتفضلي شوفي. ولو اني يعني شكلك زباله، سوري يعني، بس انا كنت عايزه اعرف الفستان ده بكام؟ الفستان ده غالي حبتين، بس هنمشي الحته منه ب 35 جنيه. ايه ده جولياني؟ والله العظيم ما اعرف ان جولياني. مش تقولي ممكن حضرتك نعديها الحته ب 25؟ شفتي مش قلت لك؟ مش قلت لك المشروع ده كويس قوي؟ يا ماما الجولياني التعبان الحته المعيوبه ب 1500 جنيه، وبعدين احنا لقينا جواها محفظه. هو انت كده دايما تقفي في طريق مستقبلي. خلاص يا ماما انا هركن اهو. خلاص مدام هي ركنت بقى، روح انت هاتلي كل البضاعه، اول ما توصل عندي هعمل بيها دفيلي. حمامه يا معلمه. دفيلي؟ وبالمره انا وام عصام نبقى نتمشارك على الستيج. انا اتفقت مع ام عصام، خلاص هي هتعملي كل الترتيبات. تمام يا استوداد، ده انا ظبطت لك كام بنت بالبلغاريه دي وهيطلعوا لك على الستيج ويعملوا لك احلى شغل. أستاذ شناوي. شناوي بيه لو سمحت. أنا سمعت عنك كتير، عشان كده أنا هجيب لك من الآخر. إيه رأيك في نص كيلو لحمة كل يوم ولمدة شهرين؟ ما تخليهم 3 كيلو واتبرع لك بكليتي، أنا لسه عندي واحدة. الموضوع أبسط من كده بكتير. ليه ما نكبره؟ أنا عندي أجهزة كتيرة ممكن أستغنى عنها. يا جماعة الحياة أبسط من كل اللي جوانا ده. أنا كل اللي عايزك تبيعه لي الدكتور حسين. حتة واحدة ولا شفهولك؟ الدكتور زكي بالبيس بيسلم عليك وبيقول لك اخسر في مسابقة المعلومات العامة. أخسر إزاي؟ ده الطلبة اللي أنا مختارهم هم أذكى طلبة في العالم. ده أقل طالب فيهم عارف آخر رقم في الحساب كام. يبقى الحل إنك تشوف طلبة فاشلين. حبيب قلبي، وده فستان عروسة البحر مطرز على شكل قشر سمك، وبنصح اي ست بقى تشتريه وتلبسه انها ما تقعدش في اي مكان فيه قطط. وده فستان ماري انطوانيت، يا سلام لبسته في مناسبة مشهورة جدا لما قالت للشعب الفرنساوي
بلاش تاكلوا عيش، كلوا جاتوه احسن. ودي ملكة جمال البراجيل اختارت لنفسها اسم سناء الحلفاوي تيمنا باسم العارضة الكبيرة رجاء الجداوي. فستانها يصلح انه يكون فستان او مفرش. ماما ايه عايزة ايه؟ انا متعودة على فضايحك، لكن انا حسين جوزي الراجل المحترم ده لما يشوف السرك ده انا اقول له ايه؟ والله دمكم زي العسل يا بنات، وكما قال مينا بلس اذا خلعت زوجتك من البيت فقضيها براجيل. مش معقول يا سوسن، انت ظريف جدا. ممكن اطلب منك طلب؟ اه اتفضل. ممكن تلبس لي الطاقيه دي؟ قوي 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 قوي. نزلي ايديك وبلاش قله ادب، البسي. سلمى حبيبتي وحشتيني. انت ايه كنت في العياله؟ خلعتي كام درس؟ اكيد خلعتي دروس كتير. انت ما شفتش الخلع الحقيقي. مش معقول يا مدام، جوزك ده ظريف جدا. اه ولسه ده هيزرفه اكتر واكتر. سلمى حبيبتي انا بصي انا كنت بليس على البضاعه، بجر رجل الزباين عشان يشتروا. انت كبيره بتجر رجل كنبه، تجر المعزه اللي جنبك دي. طيب انا لازم استاذن بقى عشان عندي بحث مهم في الجامعه. ايوه روح ابحث، لم كرامتك اللي اتبعترت يا استاذ لم. ايوه طبعا اتبعترت. اشوفك على اول الشارع. باي باي سونسون. تعالي منك. لا هنا تلمو. اسمي سلمى. استسلمى، عايزاكي في موضوع حيوي وخطير جدا جدا. غوري. وده فستان بقى كلب البحر، اول الست ما تلبسه تهز زعنفها وتسقف كده اهو. فتحي المنطلوني طلع سرق كل الفساتين اللي بره دي، وانا مرضتش اقولك الا لما عرفت ان البوليس بيدور على البضاعة وقرب من البيت. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوليس؟ بضاعة؟ فلوس؟ ماما انا هاخد الفستان ده، وانا عايزة خيار البحر. من فضلكم واحدة واحدة، مش عارفة احجز لمين ولا لمين يعني. ايه ماما؟ ايه عايزة ايه؟ ايه الفلوس؟ ايه يا جماعه متشكرين جدا، الهدوم كلها اتباعت لرجل اعمال شهير. امال فين هو رجل اعمال شهير؟ بيقيس الهدوم بره. طب والفلوس يا ماما بعدين؟ الهدوم دي كلها لازم تتباعت على الايميل بسرعه. اوعي تتحركي، البضاعه يا فندم المسروق هي والفلوس كمان. يبقى تلبس. تلبس ليه يا فندم؟ انا مش لابسه حاجه ولا انا. ايوه سلمى، ايه الدوشة اللي عندك دي؟ ايه؟ في الاسم؟ انت وماما؟ طيب انا هسيب المسابقة واجيلكوا حالا دلوقتي. سلمى ما تزعليش مني يعني بخصوص موضوع المراجيع والحاجات دي، دي كانت مجرد حمقات هرمونية. انا جايلك على طول اهو. ايوه ايوه يا اخويا، تلكك تلكك يا اخويا. ها؟ مراتي في الاسم وامك مسكوها بسجارة بانجو. ها؟ دمك هي اللي مسكوها بسجارة بانجو، وكتبت في الجرايد وكل الدنيا عارفه، وفضحتك بقت بجلاجل. انت عايز تهرب من المسابقه عشان عارف ان الفريق بتاعي هيطحن الفريق بتاعك. يطحن مين يا بلباس؟ انا اعيد لك وهتشوف الفريق بتاعي. احنا جينا يا دكتور. اقدم لك العباقره النخبه، العيال دي جامده قوي. اقل واحد فيهم خد الثانويه العامه وهو في سنه سته ابتدائي. ما تبالغش قوي كده يا دكتور عشان الحسد يعني. أقدم لك الفيوتشر بارك. ها مفاجأة. مفاجأة سودة ومنيلة. فين بقى الملعب بقى؟ دكتور إيه رأيك في التسريحة اللي أنا عاملاها النهاردة؟ دكتور بلباس، واضح إن في لبس في الموضوع، مش ده الفريق، الفريق التاني لسه جاي ينزل أرض الملعب. لا 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 لا، ما هي دي النخبة المنتظرة. نخبة؟ جايب لي شيرين يا أهبل. مالها شيرين بقى؟ ها؟ مالها؟ مالها؟ أنت بتستهبل يالا؟ مالي يا بابا؟ لا يا حميد مفيش حاجة، أنا بقوله بس شعرك منتهك مش عايز يتساوى. فلتبدأ المسابقة. بابا فين الحلبة اللي هنجري فيها؟ في درج المكتب، روح هاتيها أوان. ممنوع خروج الطلبة. ماشي يا شناوي ماشي، أما حضرتك بتوظيفة منجنيك ما بقاش. بابا عايزة سندوتش منجنيك بس يكون كرانشي. حاضر يا حبيبتي. الفريقين يستعدوا. هسأل سؤال واللي هيعرف إجابته الأول
يرن على الجرس اللي قدامه. ايه في ايه؟ انا عرفت اجابه السؤال الاول. الشاهد الزور. معلش يا دسوق افندي، اصل انا وهي من 3 اسابيع كنا بنتفرج على برنامج بني الجاني. لسه يا حبيبتي ما سالتش، لما اسال سؤال وتعرفي اجابته ابقي رن على الجرس اللي قدامك. طب لو ما عرفتش ارن على ايه؟ ابقي رن على الموبايل. اوكي. ها مستعدين؟ السؤال الاول، ايه في ايه؟ كوكب الارض. ماله كوكب الارض؟ هي قصدها ان كوكب الارض بيتشرف ان حضرتك موجود معانا وكده. ده انا اللي بتشرف بوجود حضرتك معايا. اي حد هيفتح بقه قبل ما اسال اي سؤال هعتبر الاجابه غلط، وهخلي اللي جنبه يديله على قفاه. بابا انا نفسي في حرنكش. حرنكش؟ ايه بتتوحمي؟ دي سوق افندي، دي بنتي، اي الفاظ خارجه مش هيكفيني فيك الا الدم. بنتك؟ يا زين ما انجبت يا راجل، يا راجل ده انت رايح الجنه حدث. ما هو ده اللي مخليني ببرطع في الدنيا كده واخد راحتك. برطع برطع يا اخويا. السؤال الاول، ما هو الجرم السماوي الذي يدور حول كوكب الارض ويضيء السماء ليلا؟ الاباجوره. ايه؟ الاباجوره. الاباجوره اللي بتضيء السماء ليلا؟ طب بتدور ازاي حول كوكب الارض؟ بسوست. سوست؟ ايه سوست دي؟ غلط يا استاذه. الفيوسلاند. القمر. صح صح. الفيوسلاند واحد، الفيوسل بارك صفر. والصفر الاول، الصفر الاول. صدق انت دكتور اهبل، في دكتور يعمل كده؟ السؤال الثاني، من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ لو سمحت يا شيرين خليني ارد على السؤال ده عشان الكهرباء قطعت عندنا امبارح. على فكره بقى انت انانيه جدا وانا مش عايزه ابقى صاحبتك. هو حضرتك قصدك المصباح اللي هو النيون ولا العادي؟ غلط غلط. الفيوسلاند. توماس اديسون. صح صح. ايه يا عم هو اللي صح يا زيطه وخلاص؟ على فكره بقى العيال دي واخده من الشيطان. ايوه ايوه صح. أوه. أوه. ايوه ايوه طبعا ده ظلم على فكره بقى ظلم. دلوقتي الفيوتشر لاند 50 والفيوتشر بارك 0. على فكره الصفر ده انا مديهولكم من عندي رأفة. ربنا يكرمك. ودلوقتي اسئله الذكاء. انا 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 انا. غلط يا جماعه والنبي، حد يشيل الجرس ده من قدامها، واللي يعرف الاجابه بعد كده يبقى يزمر. السؤال الاخير، من هو قائل العباره لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا؟ بابا. غلط والله العظيم. غلط والله العظيم. بابا هو اللي قالها، حتى انا وطنط سلمى وتيتا وداد سمعناه وهو بيقولها واحنا بناكل بيض بالزيتون. اظن بقى ما تقدرش تعترض على الاجابه دي يا تسوق افندي، ومش انا بس اللي بقول الجمله دي، المفروض 80 مليون مصري يقولوا ان لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. صح صح. الفيوتشر لاند 51 والفيوتشر بارك 1. مبروك مبروك مبروك. بنتي بنتي يا جماعه، بنتي بنتي. مبروك مبروك مبروك. ايه يا اخويا؟ ايه يا اخويا اللي يشوفك كده يقول انك كسبت؟ انا فخور ببنتي وعيلتي وبلدي. يلا يا حبيبتي عشان نطلع طنط سلمى من اسم. مع السلامه يا اقرع. يلا. مبروك 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 عليكم وعلينا. مبروك مبروك مبروك. ها ايه رايك حضرتك في الشغلانه؟ شغلانه؟ شغلانه ايه يا اخويا؟ الراجل مروح فرحان، كان مفروض يجيب صفر. طب واللحمه؟ مفيش لحمه. يا لا سخريه القدر. كفاره يا ست وداد، كفاره يا ست سلمى. ده انا هخليكي تكفري عن سيئاتك العمر كله. لولا البنطلوني وهو بيجري، بنطلونه وقع منه واتكعبل فيه والبوليس قبض عليه، كان زماننا دلوقتي لسه في التخشيبه. لا يا حبيبتي انت اللي غلطانه، انت اللي مسكتي الميكروفون وقعدتي تزعقي فيه، وعشان كده البوليس سمعك وجا قبض علينا. حقك عليا يا ماما،
انا في الاخر غلطانه. ماشي معلش، المره الجايه ان شاء الله واحنا بنجيب حاجات مسروقه هبقى اكلم في الميكروفون بصوت واطي، وبالمره اخلي حسين يقف ندرجي. الله، وانا هسلك لكم البضاعه. ياه، انا نفسي اتقبض عليا وابات هناك يومين، صحابي اللي هناك وحشوني قوي. خلاص يا حبيبتي سلمى، اما تيجي رايحه حجز تاني يبقى خدي شيرين معاكي، وبالمره بيعملوا ديفيليه هناك. ما هو كده نبقى وفرنا المودلز، ما هي سونيا سكسكه هناك. على فكره انا خدت بقى تليفون سونيا، والمشروع الجاي ان شاء الله هعمله معاها هي، وعلى راي المثل مشروع مع سونيا يغنيك عن الدنيا.